السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس، الدرس الأول من الوحدة الثانية. عنوان درسنا لهذا اليوم هو تقدير نواتج الجمع والطرح، الجزء الثاني. سوف نتعلم في هذا الدرس 1- استعمال التقريب لتقدير نواتج الجمع وطرح الكسور العشرية. 2- استعمال الأعداد المتناغمة لتقدير نواتج الجمع وطرح الكسور العشرية. نتذكر معا عزيزي الطالب كيف يمكن تقدير نواتج الجمع من خلال هذا المثال. قدر ناتج الجمع 243 وسبعة أجزاء من عشرة زائد 370 وجزء واحد من عشرة. عزيزي الطالب، هناك أكثر من طريقة للتقدير. طريقة للحل: قرب كل عدد إلى أقرب مئة. 243 وسبعة أجزاء من عشرة زائد 370 وجزء واحد من عشرة. في العدد 243 وسبعة أجزاء من عشرة، الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 2. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزلة الواقع على يمين منزلة التقريب، فنجد أنه الرقم 4. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر أو أقل أو يساوي 5. رائع، أسمعك تقول الرقم 4 أقل من 5. إذن تحذف جميع الأرقام الواقع على يمين منزلة التقريب وتستبدل بالرقم 0 كما يلي. يبقى العدد 2 كما هو دون إضافة 1 عليه. نضع أصفارا مكان المنازل المحذوفة كما أمامك. ملحوظة عزيز الطالب، بعد التقريب إذا تكون لدينا أصفارا بعد الفاصلة لا نضعها في العدد المقرب. نكمل عملية التقريب. في العدد 370 وجزء واحد من عشرة، الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 3. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزلة الواقع على يمين منزلة التقريب، فنجد أنه الرقم 7. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر أو أقل أو يساوي 5. رائع، أسمعك تقول الرقم 7 أكبر من 5. لهذا نضيف 1 إلى الرقم 3 الواقع في منزلة التقريب، يصبح لدينا 4. عزيزي الطالب، نضع أصفارا مكان المنازل المحذوفة كما أمامك. أيضا هنا عزيزي الطالب، بعد إجراء عملية التقريب إذا تكون لدينا أصفارا بعد الفاصلة لا نضعها في العدد المقرب. العدد الناتج هو 400. نجري عملية الجمع. 200 زائد 400 يساوي 600. إذن باستعمال التقريب إلى أقرب 100 يقدر ناتج الجمع 243 وسبعة أجزاء من عشرة زائد 370 وجزء واحد من عشرة إلى 600. يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة التدرب الموجه في الصفحة 63. طبق فهمك. في التمرين الخامس قدر ناتج الجمع 179 زائد 277 وجزء واحد من عشرة. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. طريقة للحل: قرب كل عدد إلى أقرب 100. 179 زائد 277 وجزء واحد من عشرة. في العدد 179 الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 1. رائع، ننظر إلى الرقم الموجود في المنزل الواقع على يمين منزلة التقريب، فنجد أنه الرقم، أحسنت، 7. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر أو أقل أو يساوي 5. أحسنت، أسمعك تقول الرقم 7 أكبر من 5. لهذا نضيف 1 إلى الرقم 1 الواقع في منزلة التقريب. إذن العدد الناتج هو 200. في العدد 277 وجزء واحد من عشرة، الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 2. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزل الواقع على يمين منزلة التقريب، فنجد أنه الرقم، أحسنت، 7. أسمعك تقول الرقم 7 أكبر من 5. لهذا نضيف 1 إلى الرقم 2 الواقع في منزلة التقريب. العدد الناتج هو
300، نجري عملية الجمع، ناتج 200 زائد 300 يساوي 500. إذن 179 زائد 277 وجزء واحد من عشرة يساوي تقريبا 500. يتوقع منك أيها الطالب النجيب أن تجيب عن أسئلة تدرب مستقل في الصفحة 63. في التمرين 12 قدر ناتج الطرح 788 وتسعة أجزاء من عشرة ناقص 572. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. طريقة للحل: قرب كل عدد إلى أقرب 100. 788 وتسعة أجزاء من عشرة ناقص 572. في العدد 788 وتسعة أجزاء من عشرة الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 7. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزل الواقع على يمين منزلة التقريب فنجد أنه الرقم 8. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر أو أقل أو يساوي 5. أسمعك تقول 8 أكبر من 5، لهذا نضيف 1 إلى الرقم الموجود في منزلة التقريب، إذن العدد الناتج هو 800. في العدد 572 الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 5. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزلة الواقعة على يمين منزلة التقريب فنجد أنه الرقم 7. أسمعك تقول الرقم 7 أكبر من 5، لهذا نضيف 1 إلى الرقم 5 الواقع في منزلة التقريب، العدد الناتج هو 600. نجري عملية الطرح 800 ناقص 600 يساوي 200. إذن 788 وتسعة أجزاء من عشرة ناقص 572 يساوي 200 تقريبا. يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة تدرب مستقل في الصفحة 63. في التمرين 15 قدر ناتج الجمع 2.9 أجزاء من عشرة زائد 3.9 أجزاء من عشرة. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. طريقة للحل: قرب كل عدد إلى أقرب عدد كلي. 2.9 أجزاء من عشرة زائد 3.9 أجزاء من عشرة. في العدد 2.9 أجزاء من عشرة الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 2. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزلة الواقعة على يمين منزلة التقريب فنجد أنه الرقم 9. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر من 5 أو أقل من 5 أو يساوي 5. أسمعك تقول 9 أكبر من 5، الرقم الناتج هو 3. في العدد 3.9 أجزاء من 10 الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 3. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزلة الواقع على يمين منزلة التقريب فنجد أنه الرقم 9. أسمعك تقول الرقم 9 أكبر من 5، العدد الناتج هو 4. نجري عملية الجمع 3 زائد 4 يساوي 7. إذن 2.9 أجزاء من 10 زائد 3.9 أجزاء من 10 يساوي 7 تقريبا. يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة ممارسات الرياضيات وحل المسائل في الصفحة 64. في التمرين 19 ابن الحجج الرياضية. تكلفة كرسي DVD هي 16.98 جزءا من 100 ريال قطري، وتكلفة كرسي DVD آخر هي 9.29 جزءا من 100 ريال قطري. قدر ناصر تكلفة شراء الكرسين بمبلغ 27 ريال قطري تقريبا، هل هذا التقدير أكبر أم أصغر من التكلفة الدقيقة؟ وضح إجابتك. أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. الحل: كم تكلفة أقراص DVD الواردة في المسألة؟ 16.98 جزءا من 100 ريال قطري، و
9.29 جزءا من 100 ريال قطري. بكم قدر ناصر تكلفة شراء القرصين؟ أحسنت، 27 ريال قطري. ما المطلوب إيجاده في هذه المسألة؟ رائع، بيان ما إذا كان التقدير أكبر أم أصغر من التكلفة الدقيقة. عوض بالأعداد المتناغمة. 16.98 جزءا من 100 زائد 9.29 جزءا من 100. نبحث عن عددين بحيث يسهل جمعهما. العدد 16.98 جزءا من 100 يستبدل ب 17، والعدد 9.29 جزءا من 100 يستبدل ب 10. لاحظ عزيزي الطالب، العددان 17 و10 يسهل جمعهما وأيضا قريبان من العددين الأصليين. نجري عملية الجمع. 17 زائد 10 يساوي 27. لاحظ عزيزي الطالب، في العدد 16.98 جزءا من 100 بعد تقريبه يصبح 17، وأيضا العدد 9.29 جزءا من 100 بعد تقريبه أصبح 10. إذن الأعداد بعد تقريبها أكبر من الأعداد الأصلية، ولهذا التقدير أكبر. يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة ممارسات الرياضيات وحل المسائل في الصفحة 64 في التمرين 21. قارنت سعاد بين مساحة وشكل الحديقة A ومساحة وشكل الحديقة B. بكم تزيد تقريبا مساحة الحديقة A عن مساحة الحديقة B؟ أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. الحل، كم مساحة الحديقة A؟ أحسنت، أسمعك تقول 1017 مترا مربعا. كم مساحة الحديقة B؟ رائع، 843 مترا مربعا. هل تحتاج إلى إجابة دقيقة أم تقدير؟ ممتاز، تقدير، لأن السؤال بكم تزيد تقريبا. ما العملية التي سوف تستخدمها لإيجاد الناتج؟ أحسنت، الطرح. قرب كل عدد إلى أقرب من 100. 1017 ناقص 843. في العدد 1017 الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 0. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزل الواقع على يمين منزلة التقريب فنجد أنه الرقم 1. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر أو أقل أو يساوي 5. رائع، أسمعك تقول 1 أقل من 5، لهذا لا نضيف 1 إلى منزلة التقريب، والعدد الناتج هو 1000. في العدد 843 الرقم الواقع في منزلة التقريب هو 8. ننظر إلى الرقم الموجود في المنزل الواقع على يمين منزلة التقريب فنجد أنه الرقم 4. نختبر هذا الرقم إذا كان أكبر أو أقل أو يساوي 5. أسمعك تقول 4 أقل من 5، إذن لا نضيف 1 إلى منزلة التقريب، والعدد الناتج بعد التقريب هو 800. نجري عملية الطرح. 1000 ناقص 800 يعطي 200. إذن تزيد مساحة الحديقة A عن مساحة الحديقة B بمقدار 200 متر مربع تقريبا. والآن مع التقويم في الصفحة 64 في التمرين 23، اشترى حسن لعبة بمبلغ 7.75 جزءا من 100 ريال قطري، وبعض البطاريات بمبلغ 5.25 جزءا من 100 ريال قطري، ودفع لموظف الصندوق ورقتين نقديتين من فئة 10 ريال قطري. ما أفضل تقدير لمقدار الباقي الذي حصل عليه؟ A 5 ريال قطري، B 7 ريال قطري، C 13 ريال قطري، D 17 ريال قطري. أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال، ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا. الحل،
بما أنه دفع لي موظف الصندوق ورقتين نقديتين من فئة 10 ريال قطري. إذن كم المبلغ الذي دفعه حسن لموظف الصندوق؟ رائع، أسمعك تقول 20 ريالا قطريا. لإيجاد أفضل تقدير لمقدار الباقي، قرب كل عدد إلى أقرب عدد كلي. مبلغ اللعبة هو 77 جزءا من 100 ريال قطري، ومبلغ بعض البطاريات هو 25 جزءا من 100 ريال قطري. نجري عملية الجمع حتى نجد ثمن اللعبة وبعض البطاريات تقريبا. العدد 75 جزءا من 100 يقرب إلى 8. العدد 25 جزءا من 100 يقرب إلى 5. نجري عملية الجمع، 8 زائد 5 يساوي 13، وهذا يمثل ثمن اللعبة وبعض البطاريات تقريبا. إذن أفضل تقدير لمقدار الباقي يساوي المبلغ الذي دفعه حسن لموظف الصندوق هو 20 ناقص ثمن اللعبة وبعض البطاريات تقريبا هو 13. نجري عملية الطرح، 20 ناقص 13 يساوي 7 ريال قطري. إذن عزيز الطالب الإجابة هي B. وبهذا عزيز الطالب نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من درس تقدير المجموع والفرق، على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى من دروس مادة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.